السؤال الشائع، كيف أثر ارتفاع أسعار صرف الدولار على كل شيء في مفاصل الحياة بالنسبة للمواطن العراقي؟ واليوم بدنا نشوفها بأسعار الدقيق. الحقيقة جميع أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم ارتفعت ونسب جدا عالية، لكن العراق استفاد من عملية تعافي الاقتصاد العالمي وتخطي أزمة كورونا في زيادة الطلب على النفط الخام وبالتأكيد على الغاز خلال هذه المرحلة، خاصة في فترة الشتاء. الآن البنك المركزي العراقي عظم احتياطياته بما لا يقل عن 12 مليار دولار. الحكومة لديها الآن وزارة المالية تغطية كاملة للعجز خلال 2021. لديها وفرات مالية يفترض أن تستثمر في تقليل العبء عن العوائد التي لا تستطيع مقاومة ارتفاع الأسعار. طيب، في ظل ارتفاع السعر برميل النفط، لماذا لا يعود الدولار إلى سابق عهده أو على الأقل يصير 130؟ يعني كان يفترض أنه البنك المركزي عندما قرر تخفيض قيمة الدينار العراقي إلى 1450 أن ينشر الدراسة العلمية التي أجريت لتحديد سعر الدينار العراقي، وأن يربط قيمة الدينار بواردات العراق. عندما تكون هناك واردات تسمح لدعم الدينار العراقي، يعني يمكن أن يعاد النظر بقيمة الدينار. لكن البنك المركزي حاليا يعلن وبشكل واضح أنه لا تغيير في سعر الدينار العراقي. علينا استثمار الوفورات في دعم الطبقات الهشة، شمول 500 ألف عائلة إضافية بالرعاية الاجتماعية، إعادة النظر برواتب الدرجة الخامسة فما دون وإعطاها يعني مخصصات تعويضية، السلة الغذائية، برنامج الغذاء يفترض أن يكون متنوع ويشمل أعداد إضافية، أيضا البنية التحتية، الاستثمار في البنية التحتية. العائلة العراقية الآن بحاجة إلى الخدمات الأساسية وهي تستنزف الحقيقة، إكمال عملية بناء منظومة الربط الكهربائي سيساهم أيضا في تخفيض تكاليف الحصول على الطاقة وأيضا إعادة إحياء الصناعة والزراعة. فالحقيقة الإنجاز يتطلب الوقت ويتطلب أيضا رجال دولة يستطيعون أن يحولوا هذه الشعارات إلى واقع عملي. لكن الحكومة بالتأكيد مطالبة دائما في متابعة حياة الفقراء.